أنا جبتكم هنا عشان أفتحكم موضوع مهم. في عرض جايني من شركة كبيرة بدبي، وأنا قررت أوافق. عدوان أنت مو من صدقك، وإحنا؟ أنت شو ما فكرتي فينا؟ العرض ما يتطوف، ولو انعرض على أي أحد فيكم راح يوافق من غير أي تفكير. إيه بس مو بعد ما طردت الجراح. للمرة المليون أنا ما طردت أحد، هو اللي اختار. عموماً أنا دزيت لهم موافقتي وراح أمشي بعد أسبوعين. أنا بديت أحس إن أجوان هذه أنانية، بس تبي تسوي اللي هي تبيه وما تبي تخلي أي أحد ثاني يسوي اللي هو يبيه، شلون؟ أنا مو كاسر خاطر غير هالجراح، طلع الفاضي. لو تام مو كأنهم المدير الحين، لا وبسهالة بعد. قول سعود، دام الدنيا كلها فلت احنا نفل بعد. يا بنت الحلال يا بنت الحلال، يبا ما اعرف واحدة ثانية غيرك. انت شنو بتفلين وخلاص؟ شريك قصدي نفل من الشركة. لا والله، وشلون اصرف؟ سوي ملفوف وانت توصل طلبات، شغل حلال. تفضل. هلا انس. هلا فيك. اقدر اقعد شوي اسولف وياك؟ اي اكيد، تفضل. اجو انت ايش فيك؟ صاير لك ايش كذي وايد متغيره؟ انا مثل ما انا، مو متغيرة ولا شيء. انت متأكدة مو متغيرة؟ كل هذا مو متغيرة أجوان؟ وين اللي كانت تخاف على مصلحتنا قبل مصلحتها؟ وين اللي كانت تخاف علينا قبل لا تخاف على نفسها؟ وينها فاقدينها؟ أنس أنت مو فاهم شيء. أنا مو فاهم شيء؟ أنا مو فاهم شيء؟ سلامتك يتراوالك. شوفي أجوان، أنا أدري إن أنت تشوفيني شخص غبي ساذج ودافه، بس صدقيني انا اكثر شخص فاهمك، واحنا نتشارك بوايد اشياء وانت شابه. شنو؟ العاشق يميز العاشق من عيونه، وانا ادري ان انت كنت تشوفين جراح مو انا، ادري والله، وكنت تتمني الكلام اللي يطلع مني يطلع منه، بس للأسف ما طلع منه. كنت مركز معاكم، تخيلي شلون لما نتكلم انت شلون طالعينه. يعني ما ادري والله، وادري ان انت كنت تميزينه غير عنا كلنا، كنت تشوفينه هو غير عنا. تخيلي ان انس ملاحظ كل هذا وساكت. أنس أنا لا تبررين، كلش لا تبررين مشاعرك، المشاعر ما تتبرر صدقيني، وأدري إن هذا الشيء مو بيدك، بس بيدك تحمين صداقاتك، تفرقين وتميزين، بس. وبقول لك شغلة أخيرة، وأبيك تعطيني ترجيع بإذنك تسمعين مني. سمار فيستش لا تخسرين عشان شخص مو شايفك. وهذا اللي صار. ما في فيها استخفت فجأة. ما أدري الجراح اللي قاعد يصير وياها وايد غريب، ماني قادر أفهمه. الله يشافيها فيها. أقول لك دير بالك لا تطردش بالغلط. بديت الضحكة والله. اللي ترد الروح وتخلينا ننسى كل هموم. المهم انت
ثقة مني شلون أبوك؟ الله كريم. أشرب وجه. جراح. بسم الله الواحد حد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تسوي؟ قبل المعوذات. ما أدري من قاعد عندنا عزيزو. قاعدة يبا. عبالك قاعدة بزوار أنتي. ما نحن ربي صادق قبل شحلونا الزينة هلا قلب واحد الحين ما أدري صار فينا فجأة قلنا أنت ناجر يا رتي معانا ولا مع جيل الطيبين خلنا الواحد يسولف لا يبا سولفي واخذ راحتك بعد بس سولفي بالمعقول شنو على قلب واحد من حب بعض يبا من دشينا هالشركة هذه وإحنا أنت ناجر إي والله باقي تطلقين أنت وسعود وتكمل بل فال الله فالك بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله لا تحرقين عافية بخورة خلصت أبو جراح توفى نعم بروح وياك وين تروح معي شو ما عندك سيارة؟ بلا خلاص ايش جاي بروح وياك يا اخي خلاص انت ما عندك دم من صدق انتي اي شعود ما ادري ايش فيني صار لي يومين بس ابي برد زين مو وقتها يا بنت الحلال مو وقتها خمر جراح زين مو مشكله نلقاهم هذول عند الدوار قاعدين ناطرين احد يشرب منهم برد بعدين انت بدل ما تناجرني لو شاريني مو احسن انت مينونه صاحيه من صدق هالحكي اللي قاعد تقولينه يبا الريال ابوه توفى Me visito novia, mala mía. Me puse el trago, mala idea. Me cagué en el party. ايش فيك عويس بتعكرها ايش فيك عيب والله العظيم عيب رايحين حق الفيج مو متوفي وانت طقه وغاني مهيبر مينون انت خلاص ما عجبك انزل عيسى يعني قلت لك روح بسيارتك قلت لك انت بتركب لي تحمل انا انسان مزاجي واسمع مزيكا واغاني يلا انا استاخر يلا والله شبي عاد انا شبي ليره ايش دعمت انا من لقافتك يا رب شبه ويس يا رب ان شاء الله دعم انا ويس دعمت تكفى ويس قول يا رب ان شاء الله ويس تكفى ترى مو انا اللي دعمك فيك مو لو انا راكبه السياره ابكر لو شارين البرد كان ما تحرولت كذي انت صار فيك شيء اذا ما ركبتيني الغلط يبا مو انا السبب استغفر الله فراولة الكاكاو أدري فيك تموتين على الفانيليا هات
هلا هلا أنس. حياك حياك. ما تشوف إن شاء الله أختي ميرا وأجر وعافية. أنس حصل خير. حياك حياك تعال 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 حياك. على الأقل الريل المكسورة جابت لي برد وورد. حياك حياك. تفضل. أنا بالعافية أنا واكل منية. لا لا بخاف. لا والله تكفين. لا لا والله حبيت حقك. لذيذ طيني. بالعافية. يلا أنا عشانك. صدقني ترى طعمه حلو. تكفين مالك. سعود أنت جاي جربته؟ قاعد أقول لك أصبر عليك تجرب. يعني أصبر عليك بعد. أصبر عليك. أوف. هدي الوقت. انت ايش قاعد انا انس انس أنا كنت غبية الفترة اللي طافت صح؟ تصير عادي. عادي تصير إني أنا غبية ولا تصير إن الناس غبية؟ الاثنين. أجوان، أنت ما فتشي علي صح؟ لا. ماكو شيء. لو حتى فيه ثقة تماما أنه ممكن يكون سبب تافه وما له داعي ينقال. ما في شيء في الدنيا يسوى إني أخسرك وأخسر صداقة السماء. كنت أتمنى إن اللي صار حق جراح ما يصير عشان نفرح فيكم بسرعة وقت. اللي صار حكمة ربك مو بيدنا. شلونه؟ الله يعينه ويصبره. قاعد يخلص الإجراءات. في شيء صح؟ لا 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 دكتور يقول بس حروق بسيطة. ايش فيك انت الثاني؟ جنيت؟ اكيد بين. ماكو أحد يهدي إجراءات شهادة وفاة أبوه علشان جاب لي إصابة رفيجة. الله يرحمه. بس هذا معناته أن أنت رفيج زين. ما أدري يا أخوي، ما أدري إذا كنت ولد زين. جراح أنت من أحسن الناس اللي أنا عرفتهم، وعمرك لا تفكر بغير كذي. مشكلتي أنا مو حاسب شيء، مستوعب ومستوعب، حتى الأوراق قاعدة ماقل فيها كني أتنحش. جراح أنا أدري ما راح نعوضك، بس على الأقل ما راح أخليك. أنا
انا ادري ان الله ما اعطاك اخوان، بس اسمع كلامي زين. احنا ترى مو بس مجرد زملاء داوم من الساعه 7 الى 5 المغرب، لا والله العظيم كلنا اخوانك. حتى نجرح قوي. الله يعينه. تبين نمشي احنا بعد؟ خنطر على منيرة اول. اوكي يلا. عيسى ادري مو وقته، بس منو بيروح حق جراح؟ ترى ما راح يقدر ينام. لا صدق مو وقته. يعني شوفت عيني اشطح حالي. ملفوف ومحترق. لا يجرح، لا الليل يصير خير حق جرح. القاتل المتسلسل أنس وينه؟ زد احنا كلنا بالمستشفى. لا صيدة والله لا صيدة، اكيد من حاش يعني وينه؟ تدري لكن زين سوت في منيرة طقته طق. حرام عليكم، بعدين ترى يعني هو انسان ويغلط، ولا تنسون اليوم كله مو على بعضنا. اي دافعي عنه دافعي. انتهي شطيب الاوفر. أنس هذا اثول وبيعيش اثول وبيموت اثول. لا حرام. السلام. اهلا دكتور. انا عارف ان وجودكم بالموقف ده صعب جدا، بس اعتقد ان الاخبار السيئه بيجي وراها اخبار حلوه. ايش قصدك يعني؟ شنو في احتمال ان ما ترخصونها ولا صاير؟ ما بيطلع. ليش مني راي؟ بس قلت لك ما بيطلع وانا برا. قاتل ماجور هو يبى طق وطقيتي ويا وحطيتي بالايس كريم، ايش تبي تسوي فيه بعد بالذبحينه؟ ما بيطلع ما بيطلع وانا برا قلت لك. نمره نمر. يا انا يا انس بهالدنيا. اخذ تبي تمحي من الوجود. عفوا دكتور، مع احترامي وتقديري لك، بس ترى الموضوع كلش ما يضحك. باين عليك لسه مصدومه، بس بيني وبينك انا خايف اصدمك زياده. ليش دكتور تصدمنا؟ بشنو صاير؟ مبروك زوجتك حامل. انت متاكد؟ طبعا متاكد، كل الفحوصات والتحاليل بتقول ان هي حامل في 3 شهور. دكتور انتوا من صدقكم ولا غلطانين؟ اخاف يعني مو مشاكين على فحوصاتي عدل؟ هنغلط ازاي يعني؟ احنا بنلعب. الف مبروك. بالنور. الحمد لله الحمد لله، الله اعطاني اللي نبيه الحمد لله. زواج مخطني في غيري. الحمد لله يا رب. مبروك. الحمد لله.
كأن حتى انت اخترتي طريق ثاني. انا اسفه جراح. لا بالعكس، انت ساعدتيني وايد وخليتيني اعرف شنو ابي. شلونك الحين؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. أجوان، أبي أسألك سؤال أول مرة وآخر مرة وما راح أسألك مرة ثانية. تفضل. شو اللي صار الأيام اللي طافت؟ ليش تغيرتي؟ ليش قسيتي؟ بصراحة في ساعات مشاعر ما نقدر نعبر عنها، يمكن لأن الطرف الثاني ما يقدر يفهمها، ما يستوعبها، ويمكن لأن يمكن لأني شنو؟ في بعض الأمور يفضل أنها تكون محبوسة بقلوب أصحابها. وبس خلاص تخلص القصة هني. الله ياخذ أنس، ما أدري شنو راش بالمكتب. مسكين هالأنس. الله ياخذك يا أنس. ما صار شيء يا شباب، ما صار شيء. كان عزيز علي وقريب من قلبي، معزته من معزة بيت أبوي الله يرحمه، وأنا قررت أني ما راح أطلع، وقررت أني أروح بيت أهل سماء وأخطبها. كنت أدري توني دريت معك، وقررت أني أكون مدير بعد ما تمشي يا جوان، لأني أبي أقود هالسفينة لمكانها الصح. شفيكم؟ شنو الغريب اللي أنا قلته؟ يا جماعة أنا ترى من صجي، اللي يبي يكمل وما يبي يطلع من هالباب لا يطلع، لما احنا نقدر. جرح انت تدري انه انا بس بيكون ابو زين حق ولدي، ما بيقصر بيها بشيء، وما بيعيش اللي أنا عشته وأنا صغير. عيسى، ما راح تخسر وظيفتك، احنا راح نقدر وننجح ونكبر مع بعض. وانت منيرة بتمشين؟ أنا كنت بمشي عشان أحقق حلمها، بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني بارك لنا وحقق لنا حلم كنا نتمناه من سنين.
حلم الدراسة ولا شيء من الحلم اللي احنا فيه الحين. بالكم بخليكم تستانسون بروحكم. خطيبتي شوي، انا المدير الحين وهذا مكتبي. يا جراح تعودت علي بليز. حقي ما تقولين يا شيطانه. حاجيك جراح، من الحين اقول لك انا نائب المدير. نعم، وليش مو انا حبيبي؟ حبايبي انا خالص اصلا. منو؟ وهل يخفى القمر؟ جوهر. جراح ما نبي كذي. مو عاجبكم؟ شنو؟ مو عاجبكم الظاهر؟ كل هذا المنغراضهم يعني ما صارت.